مستشار الأمن القومي الإسرائيلي قال إن القتال في غزة سيستمر لما يقل عن 7 أشهر أخرى، ومشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 75% من محور فيلادلفيا على طول الحدود بين غزة ومصر. وأكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن الجيش يسيطر على كل محور فيلادلفيا مع الوقت على حد قوله. القصف الإسرائيلي مستمر في مختلف أنحاء قطاع غزة متسببا في وقوع المزيد من الضحايا، مع إعلان صحة غزة ارتفاع القتلى منذ 7 أكتوبر 36,171 قتيل، بينما تجاوز عدد المصابين 81,420. وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قالت إن عددا كبيرا من المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة معًا في خان يونس قطاع غزة. وفي حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة قتل عدد من المواطنين في استهداف الطيران الإسرائيلي للمنازل قرب عيادة الحكومة، كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية عددا من المنازل في منطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. وكان قصف إسرائيلي على منطقة رفح قد خلف أكثر من 20 قتيل فلسطيني. الجيش الإسرائيلي في المقابل أقر اليوم بمقتل 3 من جنوده وإصابة 10 آخرين منهم 4 في حالة حرجة في اشتباكات رفح أمس. وكان الإعلام الإسرائيلي قد أعلن أمس عما وصفه بحادث صعب في رفح، وكشفت أن العملية وقعت في منزل مفخخ وتفجير نفق. شددت رئيسة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تعليقا على الغارة الإسرائيلية التي تسببت في حرق خيام ومقتل العشرات من النازحين الفلسطينيين في رفح، شددت على ضرورة إيجاد حل سياسي يسمح بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار من أجل إدخال المساعدات إلى غزة. الشيء الوحيد الذي لم يتغير هو أننا بحاجة ماسة إلى حل سياسي في غزة يسمح لنا بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار حتى نتمكن من إدخال المساعدات. لا شيء يمكن أن يتغير قبل تحقيق ذلك. لقد زرت القطاع في فبراير ورأيت نتيجة التدفع في الأجزاء الجنوبية منه، كان الأمر فظيعاً. حذرت منظمة العمل ضد الجوع من التصاعد السريع للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وأكدت أن من ينجو من القصف في القطاع يواجه الموت جوعا. وقالت المنظمة إن 10 مخابز فقط تعمل في غزة، كما أنها معرضة للخطر ونفاذ الوقود قريبا وهو ما قد يعيق استمرارها. وأضافت المنظمة أن اللحظة التي سيتم فيها إعلان المجاعة في غزة ستعني أن الأوان قد فات. Thank you.